الجهاز التنفيذي. حالة استياء يا دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في الشارع السوداني أيضا حول بطء محاكمات النافذين في النظام البائد، وحتى في عدد من المتنفذين مطلوبين للعدالة موجودين خارج السجن. احنا نشارك شعبنا هذه الحالة بتاعت الإحباط، لكن تعلمين تماما في ظل نظام ديمقراطي الجهاز التنفيذي ما عنده يد على القضاء، بالعكس نحن عايزين نأسس لقضاء مستقل شفاف يؤدي دوره باستقلال تام عن الجهاز التنفيذي، وما حنتدخل في عمله. لكن بكل تأكيد نحن عارفين مثلا من تقارير النائب العام هنالك أكثر من 17 قضية مرتبطة بفلول النظام المباد بتقدم للمحاكم هذه الأيام، نعم شغالة فيها محاكمات، لكن نحن عايزين هذا القضاء والنيابات تشتغل شغولها باحترافية وباستقلالية كاملة وبكل الشفافية، لأننا بنطمح لسودان يقوم على فصل كامل بين السلطات. نعم نعم ونحن على خواتيم هذا اللقاء، ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ملف أيضا يعني تم فيه نجاح وإنجاز باهر، يعني نود أن نعرف هي تبقت أيام، هل الحكومة الأمريكية يعني باقية على الرفع أم سيكون هناك نقص من رفع اسم السودان؟ تعرف دي واحدة من أولويات الحكومة، غالبا ما جينا إحنا عملنا عليها ولأكثر من سنة، تواصلنا في حوار جاد مع الإدارة الأمريكية، ونحن بنفتكر دي واحدة من إنجازاتنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وافتكر يوم 11 ديسمبر نعم حيشهد هذا الرفع، وكل المؤشرات بتقول انه سيتم ذلك، وده طبعا يعني انجاز مفتاحي حيفتح نعم السودان أكيد والعوده للعالم الى اخره. نعم، هل نحن جاهزين لمقابله هذا الانفتاح؟ خدمه مدنيه، نظام مصرفي، و هذا الانفتاح عنده متطلبات كثيره. آه. نحن محتاجين نشتغل عليها، يعني نظامنا المصرفي لأنه لفترة طويلة جدا كان مقطوع عن العالم، بنحتاج لأنه يعني يكون قدر المسألة دي، الخدمة المدنية إلى آخره، لكن إحنا واثقين بأننا هنقدر نحلحل تحديات الرجوع للعالم. نعم دي كانت محاور هذه الحلقة، لكن هناك محور وأرجو يعني أن يسعفنا الوقت في أنه عرف السودانيين دكتور عبد الله حمدوك حينما رشح لوزارة المالية في العهد البائد، وكان تم رفض، أصبحت يعني في نظر السودانيين ممكن نقول ارتفعت الأسهم دكتور عبد الله حمدوك. أحدث أهل السودان ثورة، وأتيت في رئاسة مجلس الوزراء، وأصبحت أيضا يعني مثل الحلم والمخلص لإنزال كثير من أحلام أهل السودانيين، يعني كيف تنظر إلى هذا الحلم وهذه المعركة؟ شوف طبعا أنا أكثر حاجة يعني منزعج منها مسألة المخلصي. نعم. والشعار بدع شكرا حمدوك إلى آخره. نحن دايرين نأسس لتقليد يسمح بتنفيذ برنامج وليس أشخاص. نعم. ما تسويق أشخاص، تسويق برنامج يبقى قدر هذا الشعب العظيم. لذلك أنا ما داير أصلا يعني بالنسبة لي تبقى اسم حمدوك هو المخلص، ده شيء أنا برفضه تماما. نعم. نحن بنفتكر هذا الشعب السوداني العظيم بيستحق مننا إننا نعمل على قيام دولة المؤسسات، نخلق تقاليد تسمح بإننا يعني نغلب القيادة الجماعية والعمل الجماعي في تناول القضايا الكبيرة بتاعت شعبنا. نعم. أنا واثق تماما إنه هذا الحلم بخلق سودان جديد معافى ديمقراطي صحي حيتحقق إن شاء الله.
وده حلم كل سوداني وسودانية. نفتكر إرادة هذا الشعب قادر على تحقيق ذلك.